تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. السؤال الأول: اكتب صلب أو سائل. لدينا السام، اللبن، السكر، العصير، تمر، برتقال، شوكولاتة مذابة. إذا لدينا بعض الأسام، نضع إذا كانت صلبة نكتب صلب، وإذا كانت سائلة نكتب سائل. لدينا أولا اللبن. اللبن هو مثل الحليب، الحليب نشرب الحليب أو نشرب اللبن، أحسنتم، هو جسم سائل. إذا اللبن جسم سائل مثله مثل الحليب. السكر، قطعة السكر، قطعة سكر، جيد، جسم صلب. لما نقول قطعة معناه صلب. العصير، نشرب العصير، جيد، هو جسم سائل. نواصل، تمر، حبات التمر التي نأكلها، جيد، هو جسم صلب. نواصل، برتقال، كذلك حبات البرتقال هي جسم جيد صلب. شوكولاتة، شوكولاتة صلبة، لكن شروط شوكولاتة مذابة، جسم لما يذوب يصير سائل. إذا أي جسم يكون مذاب يصبح سائل. إذا لدينا اللبن مثله مثل الحليب، والعصير وشوكولاتة مذابة أسام سائلة، بينما السكر والتمر والبرتقال أسام صلبة. ننتقل إلى سؤال ثاني. سؤال ثاني: أضع كل كلمة في مكانها المناسب. لدينا فقاعات، يغوص، البرودة، تطفو، سائل. أعيد قراءة الكلمات: فقاعات، يغوص، البرودة، تطفو، سائل. نضع هذه الكلمات في مكانها المناسب أو في الفراغ. نبدأ: يتحول الماء الجامد، ماء جامد معناه صلب، إلى، أحسنتم، يتحول من الصلب إلى جيد إلى سائل. نكتب سائل. بفعل الحرارة، إذا الحرارة تحول لنا الماء الجامد إلى سائل. ويتجمد العكس، يصبح صلب، يتجمد بفعل جيد البرودة. إذا يتجمد بالبرودة ويتحول إلى سائل بالحرارة، بالبرودة. نواصل، إذا وضعنا الورقة على سطح الماء، ورقة مثل هذه خفيفة، إذا وضعناها على سطح الماء فإنها تطفو أم تغوص؟ تطفو معناها تبقى فوق سطح الماء، تغوص تنزل للأسفل، بمعنى الورقة خفيفة فإنها تبقى على سطح الماء، نقول أنها، أحسنتم، تطفو، لأن الورقة خفيفة فإنها تطفو، السام خفيفة تطفو فوق الماء. وإذا وضعنا مسمار الذي هو نوعا ما ثقيل فإنه العكس، جيد، يغوص في الماء، ينزل للأسفل. يمكن إقامة هذه التجربة، خذوا قطعة ورق وضعوها في إناء فيه ماء، تلاحظون أنها تبقى فوق الماء، نقول تطفو. يمكن نفس الشيء تقوموا به بأخذ مسمار وتضعونه في إناء فيه ماء، فإنه ينزل للأسفل، نقول أنه يغوص. يمكن أن نرى الهواء في الماء، الهواء يمكن رؤيته في الماء، الهواء على شكل، نشاهده على شكل فقاعات، يظهر لنا الهواء في الماء على شكل فقاعات. نواصل، يتحول الماء الجامد الجسم الصلب إلى سائل بفعل الحرارة، ويتجمد بفعل البرودة. إذا وضعنا ورقة على سطح الماء فإنها خفيفة تطفو تبقى على السطح، وإذا وضعنا مسمار ثقيل نوعا ما فإنه يغوص. يمكن أن نرى الهواء في الماء على شكل فقاعات. نواصل مع السؤال الثالث. السؤال الثالث ماذا يقول؟ صنف الحيوانات التالية في جدول. لدينا الحيوانات: أرنب، ذئب، عصفور، أسد، حمامة، الثور. لدينا حيوانات ولدينا جدول،
حيوانات عشبية تتغذى على العشب، حيوانات حبوبية تتغذى على الحبوب، ولدينا حيوانات لحمة تتغذى على اللحم. إذا نضع كل حيوان في الخانة المناسبة له. لدينا أرنبون، أحسنتم، بما أن الأرنب يتناول الجزر والجص والخص، نقول أنه حيوان عشبي يأكل العشب. إذا نكتب أرنبون في الخانة التي خاصة بالحيوانات العشبية، يتغذى على العشب. ذئبون الذي هو حيوان مفترس، أحسنتم، هو حيوان لاحم. ذئبون حيوان لاحم. عصفور، عصفور ماذا يأكل العصفور؟ جيد، يأكل القمح مثلا، القمح عبارة عن حبوب، إذا العصفور من الحيوانات الحبوبية، اكتب عصفور. مثله مثل تقريبا كل الطيور، أغلبية الطيور تتغذى على الحبوب. أسد حيوان مفترس يأكل الغزال مثلا، نضعه مع الحيوانات جيد اللحمة، أسد يأكل اللحم. نواصل مع الحمامة، حمامة مثلها مثل العصفور، هي حيوانات من الحيوانات الحبوبية، اكتب حمامة، حيوان تتغذى على الحبوب. بقي لنا الثور مثله مثل البقرة، هو ذكر البقرة، حيوان عشبي من الحيوانات العشبية. الطبون، إذا نراجع، لدينا الحيوانات التي تتغذى على العشب تسمى حيوانات عشبية، مثال الأرنب والثور. الحيوانات التي تتغذى على الحبوب مثلا العصفور والحمامة، والحيوانات التي تتغذى على اللحم هي حيوانات لحمة مثل الذئب والأسد. نواصل مع السؤال الرابع والأخير، صنف الأجسام التي تغوص أو تطفو في الماء. لدينا أجسام إذا كانت تغوص معناها تبقى على السطح، نكتب تغوص، وإذا تنزل إلى الأسفل نقول أنها إذا نزلت إلى الأسفل نقول أنها تغوص، وإذا بقيت على السطح نقول أنها تطفو. إذا حجر، حجرة لما نرميها في إناء فيه ماء مثلا، فإنها الحجر ثقيلة تنزل إلى الأسفل، نقول أنها تغوص. الحجر يغوص، يغوص. ثانيا ورقة شجر، ورقة شجر خفيفة إذا وضعناها فوق الماء فإنها تبقى على السطح، نقول أنها جيد تطفو. نواصل، قطعة الخشب، بما أن السفن، السفينة والباخرة مصنوعة من الخشب فإنها تبقى على سطح الماء، إذا الخشب يبقى على السطح، نقول أنه قطعة الخشب تطفو. نواصل، قطعة نقود مثلا، لو أخذنا قطعة مثلا 50 دينار وضعناها في كأس به ماء فنرى أنها تنزل إلى الأسفل، نقول أنها تغوص، قطعة النقود تغوص. يمكن أخذ كل هذا القيام بكل هذه العمليات في البيت، نأخذ إناء به ماء ونجرب، نرمي الحجر نلاحظ أنه يغوص، كذلك نأخذ ورقة في البيت ونضعها في ماء نلاحظ أنها تطفو. كل هذه التجارب يمكن القيام بها في البيت، كذلك قطعة النقود، خشب يعني قارورة فارغة، كذلك خذوا قارورة فارغة وضعوها في ماء فتلاحظون أنها لا تنزل أسفل إنما تبقى فوق السطح، إذا قارورة ماء تطفو. من الأحسن القيام بهذا التجارب أو 2 أو 3 تجارب في البيت حتى تفرقوا بين تطفو وتغوص. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.